بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البرنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة، والذي نتناول فيه البحوث التوحيدية في نهج البلاغة. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وضيف البرنامج وخبيره هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد. أهلاً. في بداية اللقاء وأسعد الله أوقاتكم. الله يحفظكم، أهلا ومرحبا بكم أيضا. نبدأ الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري بعد الفاصل، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب بسماحة السيد أيضا، حياكم الله سماحة السيد في قناتكم قناة المعارف الفضائية. أهلا ومرحبا بكم أيضا. سماحة السيد، لازلنا في مقطع قول أمير المؤمنين، من قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وكمال التصديق به توحيده. ولازلنا أيضا في السؤال، ما هو المراد من التوحيد في قوله عليه السلام توحيده. أحسنت. ووصلنا إلى هذا الموضوع، مسألة الوحدة الحق الحقيقية ومسألة الوحدة غير العددية كما تفضلتم في الإصطلاح. نعم. السؤال الذي يطرح في هذه الحلقة هو: هل دلت النصوص وخصوصا يعني كلمات أمير المؤمنين عليه السلام على أن الحق سبحانه لا حد له بمعنى النهاية والانتهاء؟ أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. في الواقع بأنه كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام واضحة كالشمس في رابعة النهار، من أن الحق سبحانه وتعالى لا حد له. وكما أشرت في الحلقة السابقة أن المراد من الحد في كلام الإمام أمير المؤمنين ليس هو الحد بالاصطلاح المنطقي أو الاصطلاح الفلسفي، عندما يقال الحد أو التعريف الحدي هو ما يقال في جواب ما هو الماهية، يقولون حد الشيء الماهية، أو التعريف بالحد يعني التعريف بالماهية، والماهية هي ما يقال في جواب ما هو. هذا اصطلاح منطقي، اصطلاح فلسفي، سمه ما شئت، ولكنه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول حد، ليس مراده وليس المقصود في كلامه هو الاصطلاح المنطقي أو الفلسفي، وإنما المراد من الحد في كلمات الإمام هو المعنى اللغوي، يعني انتهاء الشيء، يعني غاية الشيء، يعني ما ينتهي إليه الشيء. وكلماته واضحة في هذا المجال، من أهم هذه الكلمات ما أشرنا إليه أيضا في حلقات سابقة، قال: ومن حده فقد عده. ومن الواضح أن الارتباط بين العد والحد ليس بين الحد المنطقي أو الفلسفي، وإنما الارتباط والعلاقة بين العد والحد اللغوي، يعني انتهاء الشيء بالمعنى الذي أشرنا إليه فيما سبق. نعم. أما كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كثيرة في هذا المجال، أنا أشير إلى بعض هذه الكلمات. مثلا ورد في الخطبة رقم 186، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يشمل بحد ولا يحسب بعد. الله سبحانه وتعالى لا محدود ولا معدود. إذن الإمام سلام الله عليه أيضا يجعل بين الحد وبين العد رابطة كما أشرنا. ومن كلماته عليه أفضل الصلاة والسلام:
أيضا تقريبا في الخطبة رقم 163 قال: فالحد لخلقه مضروب. والذي ضرب هذا الحد هو من؟ هو الحق سبحانه وتعالى، لأنه في خطبة أخرى يقول: حد الأشياء عند خلقه لها إبانة لها من شبهها. لماذا جعلها محدودة؟ حتى تتباين هذا غير هذا وهذا غير هذا وهذا غير هذا. وإلا إذا لم يكن لها حد، وبعد لا توجد هناك أشياء. صحيح. تعدد الأشياء من أين يحصل؟ من خلال الحدود. فإذا لم يكن له حد، ها، فلا يوجد أيضا تعددون. صحيح. فالتعدد فرع ماذا؟ فرع الحد. ولذا قال: حد الأشياء عند خلقه لها إبانة لها من شبهها. إذن فالإمام سلام الله عليه يقول: فالحد لخلقه مضروب وإلى غيره منسوب. يعني هل ينسب إليه الحد أو لا ينسب إليه الحد؟ يقول: وإلى غيره منسوب. إذن كلمات الإمام سلام الله عليه مشحونة واقعا في نفي الحد بالمعنى الذي أشرنا إليه، وهو المعنى اللغوي أو الانتهاء. نعم، أحسنتم. الله يحفظكم إن شاء الله. سماحة السيد، إذن هنا هل توجد شواهد قرآنية على تؤيد على أنه لا يمكن فرض ما هو أكمل من الواجب سبحانه أحسنتم وتعالى؟ يعني لا حد له، يعني لا يوجد لا يمكن تصور ما هو أكمل منه. يعني ماذا؟ يعني لا حد له. لأنه إذا استطعنا أن نتصور أن نفرض ما هو أكمل منه، هو يكون ماذا؟ يكون محدودا. وإذا صار محدودا يكون ماذا؟ يكون معدودا. جيد. نعم. في الواقع بأنه أنا بودي قبل أن أدخل في الجواب عن هذا التساؤل، بودي أن أشير إلى أصل من الأصول المهمة في فهم القرآن الكريم. مقدمة، أنا بودي أن المشاهد الكريم يميز جيدا، أو أميز له جيدا، بين القواعد القرآنية والقواعد التفسيرية. لعله هذا الاصطلاح غريب على أذهان أو على ذهن المشاهد الكريم، ولكنه مهم جدا لفهم القرآن الكريم. نحن عندما نأتي، حتى أقرب المطلب إلى ذهن المشاهد الكريم وخصوصا أهل الاختصاص، نحن عندما نأتي إلى علم الاستنباط الفقهي، يعني عندما نأتي إلى علم الفقه، نجد أنهم يقولون: توجد عندنا قاعدة أصولية وتوجد عندنا قاعدة فقهية. فمثلا عندما يأتون إلى حجية خبر الواحد يقولون: هذه قاعدة أصولية ومسألة أصولية. ولكن عندما يأتون إلى مسألة لا ضرر ولا ضرار يقولون: هذه قاعدة ماذا؟ فقهية. يقولون قاعدة فقهية. نعم. ما الفرق؟ طبعا الفرق بين القاعدة القرآنية والقاعدة التفسيرية كالفرق بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة ماذا؟ وبين القاعدة الفقهية. حتى لا أدخل في التفاصيل ونخرج عن طبيعة البحث الذي نحن بصدده، أنا أتصور أن الإنسان إذا أراد أن يفهم القرآن، وإذا أراد أن يتعامل مع القرآن، وإذا أراد أن يستنبط من القرآن، كيف إذا أراد أن يستنبط من وسائل الشيعة، الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت في وسائل الشيعة، يعني الاستنباط الفقهي، لو فرضنا أن إنسان جاء وأراد أن يستنبط من القرآن، يعني أن يكتب كتاب تفسير، لا بد أن يميز جيدا، أولا يكتب قواعده التفسيرية، ثم يكتب أو يؤسس لقواعده القرآنية، ويدخل في علم ماذا؟ في علم التفسير. وإلا، وهذا مما يؤسف له واقعا، نحن نجد الآن كثير، لا أريد أن أذكر أسماء، يأخذ القلم مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويبدأ ماذا؟ ويبدأ بتفسير القرآن، لا إشارة إلى قواعد تفسيرية، ولا إشارة إلى قواعد ماذا؟ إلى قواعد القرآن. نعم.
وهذا معناه أن هذا الإنسان يدخل إلى القرآن وهو توجد عنده أدوات الاستنباط أو لا توجد عنده أدوات الاستنباط. هذا من قبيل، لأنكم دارسين في الحوزة أو المشاهد الكريم لا أقل بعضهم درس، هذا من قبيل أن الإنسان يدخل إلى بحث الاستنباط الفقهي وهو لم يقرأ علم الأصول، لم يقرأ علم الرجال، يستطيع أن يستنبط أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه مولانا عندما يريد أن يدخل إلى المسألة الفقهية لابد أولا أن يبحث السند، وهذا يحتاج إلى علم الرجال، لابد أن يبحث أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، لابد أن يبحث وين؟ في علم الأصول. لابد أن يبحث أن الظواهر حجة أو ليست بحجة، لابد أن يبحث في علم الأصول. لابد أن يعرف عندما يقع التعارض بين الروايات ماذا يفعل، ما هي قواعد التعارض، هذه كلها قواعد ماذا؟ قواعد أصولية. فإذا لم يعرف القواعد الأصولية هل يستطيع أن يستنبط الفقه أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إخوان الأعزاء، من يريد أن يفسر القرآن أيضا لابد أن توجد عنده ماذا؟ قواعد تفسيرية، يعني الآيات إذا وقع ظاهرها التعارض كيف يتعامل، ظواهرها حجة أو ليست بحجة، القواعد كيف يستند إليها. أما أن يأخذ القلم ثم يكون مفسرا، هذا معناه أن هؤلاء ليسوا بأهل للتفسير. فقط للإشارة أقول، وهذا هو الذي ينطبق عليهم التفسير بالرأي. الروايات التي ذمت التفسير بالرأي، مراد من التفسير بالرأي أن يدخل الإنسان إلى علم وقواعد التعامل مع ذلك العلم غير موجودة عنده، هذا يسمى تفسيرا ماذا؟ تفسير بالرأي. مو التفسير بالرأي يعني أن يقول شيئا مخالف، لا لا، حتى لو قال شيئا مطابقا للقرآن ولكنه من باب الصدفة صار مطابق للقرآن، هذا ينطبق عليه فليتبوأ مقعده من النار. عجيب. من قبيل الحديث الذي ورد في القاضي، قاض قضى بالحق ها وهو لا يعلم أنه الحق، قال في النار. قضى بالحق ولكن لأنه هو بلا قاعدة من باب الاتفاق قضى، صار مصيبا ماذا؟ للواقع. من قال في القرآن برأيه، الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من قال في القرآن برأيه وإن أصاب فقد أخطأ. عجيب. من قال في القرآن برأيه وإن أصاب، نعم، فقد ماذا؟ أخطأ. أخطأ لماذا؟ لأنه لم يكن على أساس منهج صحيح، قاعدة صحيحة. إذن التفسير إخواني الأعزاء يحتاج إلى قواعد تفسير، ويحتاج إلى قواعد ماذا؟ قرآنية. أنا إن شاء الله في المناسبة إن شاء الله أبين الفرق بيناتهم. أحسنتم سماحة السيد، إن شاء الله نكمل البحث بعد الفاصل بعد إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، وأهلا ومرحبا بسماحة السيد أيضا، حياكم الله. الله سماحة السيد. سماحة السيد، كلامنا في الشواهد القرآنية، وتفضلتم هناك قواعد قرآنية في الشواهد القرآنية، وتفضلتم هناك قواعد قرآنية وقواعد تفسيرية. أحسنتم، هيك مقدمة كنا نريد، نعم، ندخل حتى نعرف ماذا نريد أن نتكلم. نعم تفضل. في الواقع أنا فقط لا أقل يقولون أن واحدة من أهم طرق التعريف والتمثيل. صحيح. في علم المنطق عندما تدخلون يقولون أن التعريف له أقسام، واحد من أقسام التعريف التمثيل. نعم. يعني أنا عندما أقول قاعدة قرآنية، ما هو مرادي من القاعدة؟ أضرب لها مثالا، وهذا من أضعف الإيمان، وإلا البحث هو أعمق من هذا. إذا أردنا أن نعد القواعد التفسيرية، فمن أمثلتها أن الظهور القرآني حجة أو ليس بحجة. هذا بحثك. الآن جملة من أعلام مدرسة أهل البيت من المدرسة الأخبارية
ومن المحدثين يقولون أن ظواهر القرآن حجة وليست حجة، يقول ليست بحجة. في مقابلهم المشهور ولعله المحققين من علمائنا ذهبوا أن ظواهر القرآن ماذا؟ حجة. ظواهر القرآن. وأولئك استدلوا، وإحنا بحث مفصل تكلمنا عن ذلك في كتاب أصول التفسير والتأويل، قلنا بأن الظاهر القرآن حجة وليس بحجة. هذا واحد. نعم. هذه قاعدة قرآنية تفسيرية. عفواً تفسيرية. نعم. يعني أنت عندما تريد أن تدخل في عملية التفسير لابد تنقل هذه القاعدة في الرتبة السابقة. نعم. قاعدة تفسيرية أخرى، وهو أنه ما هي العلاقة بين التنزيل والتأويل؟ القرآن الكريم يقول أنه آياتي فيها محكمة، فيها تنزيل وفيها ماذا؟ تأويل. وما هو التنزيل وما هو التأويل حتى نعرف أنه عندما تفسر الآية تجعلها من التنزيل أو تجعلها ماذا؟ من التأويل. من التأويل. لابد في المقدمة تقول لي ماذا هو مرادك من التنزيل والتأويل، وعدة نظريات، لا أقل من 7 نظريات موجودة في التنزيل والتأويل، لابد أن تتقن حتى أنا عندما أريد أن أناقشك أعرف على أي مبنى تتكلم أنت. صحيح. واحدة من أهم القواعد التفسيرية معرفة المحكم والمتشابه في القرآن. محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. ما المقصود من المحكم والمتشابه في القرآن؟ لا أقل ذكرت في كلمات المفسرين 16 أو 17 نظرية. ما شاء الله. بل ما هو المراد؟ كتبت كتب ورسائل في المحكم والمتشابه. وأنت جنابك عندما تريد تفسر، عندما تريد أن تقول هذه الآية محكمة، هذه الآية هاي الآية المتشابه، على أي أساس هاي محكمة هاي متشابه؟ الضابط شنو؟ أنتوا ما أدري واجدين بعض الأحيان يقولون قوله أن قوله تعالى ليس كمثله شيء هذه من المحكمات، بل يداه مبسوطتان هذه من المتشابهة. وأنا أعكسها أقول هذه كمتشابهة هذه محكمة، وبأي ضابط كيفية هي القضية؟ أنت على أي أساس قلت تلك محكمة وهذه ماذا؟ متشابه. غير عندك ضابطة. صحيح. ولو لا يسأل عما يفعله ما يصير جزافية. نعم. واحدة من أهم قواعد التفسير، منهجك في التفسير ما هو؟ تفسير القرآني بالقرآن، تفسير القرآني بالرواية، تفسير القرآني بالعقل، تفسير القرآني بالكشف، تفسير القرآني بنتائج العلوم الطبيعية. الآن لا أقل أكو كم منهج وكم مدرسة في فهم ماذا؟ في فهم القرآن الكريم. صحيح. انت اي منهج تريد ان تتبع في التفسير؟ تتبع هذا المنهج، هذا المنهج. لابد انت في المقدمات تعين لنا في علم اصول التفسير، كيف عندك علم اصول الفقه في علم اصول التفسير؟ لابد ماذا؟ ان تعين لي ما هو المنهج المتبع عندك في فهم الآية ماذا؟ في فهم الآية المباركة. اذا الان انا اتصور ذكرت مجموعة من الامثلة انه ما هو مرادنا من القواعد التفسيرية. نعم. جيد. سؤال، وما هو مرادنا من القواعد القرآنية؟ نعم. الجواب، القواعد القرآنية يعني كالقواعد الفقهية. يعني ماذا؟ أيضا أعرفها بالأمثلة. التفت جيدا، أضرب مثال أو مثالين. التفتوا جيدا، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد واحدة من الظواهر التي تحكم القرآن من أوله إلى آخره أنه عندما يذكر آية من الآيات في الأعم الأغلب ينهي الآية بذكر اسم أو اسمين أو ثلاثة من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. لماذا؟ شنو العلاقة بين أسمائه وبين الآيات القرآن؟ يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. بالأخير يقول والله واسع عليم. هو واسع عليم اسمان من أسماء ماذا؟ من أسماء الله. وشنو العلاقة بين هذين الاسمين وبين الآية المباركة؟ الله يتكلم عن إنفاق. قل لي ماذا تذيل بقوله والله واسع عليم؟ هذا لابد هناك علاقة. ما يصير وإلا لابد أن تقول جزافاً الله سبحانه وتعالى هكذا لا يسأل عما يفعل مو شكل. وإنما أكو هناك نقطة لابد تفسيرية. صح. أدت إلى أنه هنا يذكر واسع عليم
وهناك يقول عزيز حكيم. شوفوا عندما نأتي إلى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء ليش مو عليم. أنا شنو الله العليم وغير القدير، والقدير غير العليم، والعليم والقدير واحد واحد. أعلم أن الله على كل شيء بصير يصير. تقول لا بابا هاي أنا لابد تجي شنو قدير قدير. نعم التفتوا جيدا. هسه نفس الآية اللي بعدها، وإذ قال إبراهيم، أيضا مرتبطة بإحياء الأموات، هناك كان إحياء هنا إحياء. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم. واعلم شنو؟ هنا يقول له واعلم أن الله عزيز حكيم. خوهم إحياء موتى، هناك إحياء موتى، ليش هناك قدير هناك عزيز حكيم؟ وين النقطة هذه؟ نعم مولانا، من أهم القواعد القرآنية مو التفسيرية، اللي هي بمنزلة القواعد لفهم الآية المباركة، أن كل آية أفضل طريق لفهمها يمر من خلال الأسماء التي ذيلت بها الآية. أنت افهم الاسم ما هو محتوى تفهم مضمون الآية المباركة. أحسنتم. نعم هذا قاعدة مهمة، هذا قاعدة من أهم. نعم. واللي ما يفهمها لا يمكنه واقعا يدخل القرآن وهو أعمى، يعني يدخل القرآن كما قلت وهو من فسر القرآن برأيه، وإن أصاب فقد ماذا؟ أخطأ. فقد أخطأ. فهم مضمون الآية يمر ماذا؟ يمر من خلال الاسم الموجود. أنت اعرف الاسم. نعم. فإذا رأيته يتكلم عن القدرة، إذن الآية تتكلم عن ماذا؟ عن أمور مرتبطة بهذا الاسم المبارك. نعم. إذا تتكلم عن العلم والآية المباركة التفتوا جيدا، قال في آية قرأناها ثم مثل الذين ينفقون، الله سبحانه وتعالى شوفها من باب المثال، هاي الآية المباركة بالأخير قالت والله واسع عليم. نعم. سؤال، والله واسع عليم ليش اجت في ذيل قوله مثل الذين ينفقون؟ الآية قالت أن بعض الناس كمثل حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني بعض الناس احنا ايش قد نعطيهم؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثال. هذا بعضهم اللي يسوي الحسنة ننطيش قد 700 سنابل في كل سنبلة ايش قد 100 حبة. ايش قد يصير 700؟ بعض الناس ايش قد ننطي؟ والله يضاعف لمن يشاء. بلي احسنتم، والله يضاعف لمن يشاء. الله ايش قد يضاعف؟ فد ضعف، فد ضعفين، فد 3 أضعاف، فد 4 أضعاف، فد 1,000,000 ضعف، فد 1,000,000,000 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى لا عد ولا حصر له، والله واسع ايش قد ما تقدر تحسب. خب على اي اساس تنطي الواحد واحد بواحد، واحد بعشرة، واحد 700، واحد ابو الاضعاف، واحد ابو مليارات الاضعاف، على اي اساس؟ قال هام وانا العليم اللي ادري منو يستحق هذه منو ما يستحق هذه. إذا بين هذا واسع عليم، واسع عليم مو قدرة جاية هنا، مو جزافا جاية. أحسنتم سماحة السيد. ما أدري. نعم. واضح المطلب. نعم. ولذا أقول في جملة واحدة إذا تسمح لي أبو آمن. نعم. في جملة واحدة، دائما الأسماء التي في ذيل الآيات تعد الحد الأوسط في برهان الآية.
يعني الآية عندما تشكل برهان، ليش انت هيك سويت؟ يقول لأني واسع عليم. ليش هيك سويت؟ يقول لأني غفور رحيم. ليش هيك سويت؟ لأني شديد العقاب. ليش هيك سويت؟ لأني عزيز حكيم. هذه كل من يعني الله لو سألنه في كل فعل من أفعاله لما فعلت لما فعلت، يقول لأني عليم، لأني عزيز، لأني حكيم، لأني لأني لأني. هذا يعد الحد الأوسط لبرهان ماذا؟ لبرهان مضمون الآية المباركة. أحسنتم سماحة السيد. نكمل الحديث إن شاء الله بعد الفاصل. مشاهدين الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، نرحب بكم مره اخرى ونرحب ايضا بسماحه السيد، حياكم الله. الله يحفظكم ان شاء الله. سماحه السيد، القواعد القرانيه تفضلتم. نعم. انه القاعده الاولى فهم مضمون الايه يمر من خلال الاسم الالهي في اخر الايه. احسنتم جزاك الله خير. يعني نعم. انت عندما تريد ان تاتي الى اي ايه، اذهب الى ماذا؟ الى اخر الايه. هذا هو العنوان العام للايه. نعم. يعني إذا أنت فسرت الآية بما يتنافى مع الأسماء التي في ذي الآية، اطمئن تفسيرك خاطئ. تفسير الآية لابد ينسجم مع ماذا؟ مع ما في ذيل الآية. ولذا تجد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله شنو؟ والله شديد العقاب؟ لا. والله عزيز حكيم؟ لا. والله قدير عليم؟ لا. لأنه ذي يتكلم عن الصدقة والمال، قال والله غني. لأنه أنت إذا انطيت فريشي، لا تصور مالاتك هذه منين جايات؟ من الغني. منك منك جاي من الغني. لا يتبادل أنت فريشي. ما شايف الأبو من ينطي الابنة مباشرة يذكره، يقول له ها دير بالك هذني كل المالات يا ها، يقول له ترى أنت مو فريشي، كل اللي عندك منين عندك؟ مني، مني به ومنه وإليه. نعم. والله بعد حلي غني حليم، لأنه يدري بأنه أنتوا من تطرون تطون فرشي تمنون على الناس، الله هم يحلم يغفر لكم. حليم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل القرآن الكريم من أوله إلى آخره. قال تعالى على سبيل المثال، عجيب عجيب القرآن الكريم واقعا، من أنا أقرأ، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة. والله ذهنك شنو لابد يجينا؟ عزيز، يقول هذول أسرى وأنت لابد أنه هذول تثخن حتى شنو؟ حتى تثبت عزة الإسلام، لأن الله عزيز وأنت مظهر عزة الله. والله عزيز حكيم. عندما وضع هذا الحكم وقال لحكمة وضعها، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. بس ندري بأنه أنتم تتقون لو ما تتقوا، تقومون بشكر النعمة وما تقومون، تدرون تقومون أو لا تقومون، بعضكم يقوم وثم لا تستطيعون أن تقوموا بحق شكر النعمة. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ولكن يعلم أنكم لا تشكرون، إن الله غفور رحيم. هل سيدري بأنه أنتم ما تتقون وما تشكرون، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يأخذكم. غفور رحيم. سمحت السيد، هنا إذا تسمحوا لي يعني أقاطعكم، معذرتك. هنا بعض السور أيضا يعني تكون في آخر السورة بعض الأسماء الإلهية تدل على المعنى الكلي للسورة. أبدا أبدا،
نعم قد يكون بها معنى عام لأنه نعم. لا شوفوا وكذلك في بداية السورة وآخر السورة يوجد تنسيق أيضا بين الأسماء الإلهية. ممكن هذا ما ممكن نعم. ولكن أريد أقول بأن الأسماء الإلهية يكون في علمكم الأسماء الإلهية بها أسماء كلية وفيها أسماء جزئية الآن نعم. ما أريد أدخل التفاصيل نعم. هاي الأسماء الكلية لها محتوى والأسماء الجزئية لها محتوى آخر ولذا ذكر كل علمائنا وأنا ذكرت هذا المعنى إن شاء الله يخرج في كتاب التفسير مالي ذكرت بأن البسملة في كل سورة الرحمن الرحيم فيها غير الرحمن الرحيم في البسملة الأخرى يعني هذه مو مشتركات لفظية هذه مشتركات ماذا؟ عفوا هذه مشتركات لفظية مو مشتركات معنوية يعني البسملة في سور القرآن مشترك معنوي لو مشترك لفظي يقولون مشترك معنوي ولكن هي مشترك لفظي يعني هنا الرحمن الرحيم الرحمن أثره في هذه السورة غير الرحمن الذي أثره في يعني بسم الله الرحمن الرحيم مكرر في القرآن 114 مرة هذا بيجمعه الاشتراك اللفظي من باب الاشتراك اللفظي لا المعنوي مو نعم. أنه فن معنى به لا 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 نعم. به 114 معنى 114 معنى هذا المعنى يعني 114 مرة به 114 معنى الرحمن الرحيم تعطي كل واحد على سبيل المثال أضرب لك مثال حتى يتضح شلون مشاهد يقول شلون يصل به 114 مولانا أقول فلان رحيم يعني شنو رحيم يعني إذا إجا واحد مستحق فقير محتاج مال شنطي مال يطيق فلوس شنطي صحيح إذا إجا واحد محتاج بيت شنطي بيت وهاي الرحمة هنا وهاي الرحمة هنا واحد ولا اثنين اثنين لأن المال شيء والبيت ماذا شيء واحد يجي شخص ثالث جاهل يقول أريد علم شنطي علم إذن الرحمة ده تتجسد في مكان مال وفي مكان بيت وفي مكان شنو علم إذن الرحمة بمعنى واحد كل في كل واحد نعم الرحمة عنوان عام ولكن مصادقة واحدة لو ده تتعدد متعدد الرحمة الإلهية الرحمن الرحيم مصادقها أيضا ما هي متعدد شكرا جزيلا سماحة السيد جزاكم الله خير الجزاء مشاهدين الأعزاء في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية ونشكركم كذلك على حسن ولطفي متابعتكم لهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله وما بقي إلا أن نودعكم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.